شوف دولة متقدمة مثل فنلندا، أنا عندي قصة غريبة إذا وقتكم يسمح. بالعكس يسمح، احنا نحب القصص. كنا في مؤتمر فنلندا، وفنلندا من الدول المتقدمة يعني علميا في كل الاختبارات الدولية، هي يا الأول يا الثاني يا الثالث من ناحية تعليمية يعني أتكلم. فاستأذنت المضيف، قلت لي يا أخي أبغى أزور مدرسة، أبغى أزور مدرسة، أنا قاري عن التعليم الفنلندي وكذا لكن أبغى أزور. قال لي إن شاء الله برتب لك، رتبوا لي على مدرسة. وأخذت سيارة ووصلتني للمدرسة. الصدمة الآن، سائق السيارة وصلني قال لي هاي المدرسة. طب وين أدخل المدرسة؟ إحنا متعودين أن المدرسة لها باب صح؟ طبيعي طبيعي، وتدخل في سكيورتي وفي غرفة مدير. طبيعي. لفيت على المدرسة مرتين أبغي باب رئيسي أدخل منه، ما في. عجيب. كل ما باطل باب يطلع صف، يعني الصفوف بيبانة برا، ما في سور يعني؟ ما في سور، طبعا ما في سور. عجيب. فلما تعبت لفيت طواف القدوم هذا مرة فتحت الباب، جتني معلمة قلت لها آسف أنا ضيف من خارج فنلندا وعندي موعد مع مديرة المدرسة، وين أروح له؟ قالت لي تعال تعال تفضل السريح. وين السريح؟ قالت في الصف. غريب، وعيالك هذه اللي يدرسون ما يعني أنا بالنسبة لهم يعني عفوا يعني كائن مختلف كشكل وك. قالت لي اجلس بتجيك مديرة المدرسة في الفصل نفسه. الفصل والله جلس، لا العيال حتى ما شافوني قاعدين يلعبون ويسولفون وكذا. هذا صف خامس تقريبا ابتدائي. جت المديرة الآن سلمت علي، أهلا دكتور قريب وكذا وكذا. أنا الآن أتوقع تقول لي تفضل معي صحيح المكتب. قالت لي لا تفضل استريح. قالوا لي أنت تبغي تعرف التعليم الفنلندي؟ قلت نعم. قالت أنا مسويت لك برزنتيشن بسيط بعرض عليك. قلت له وين؟ قالت في الصف. نفس الصف اللي فيه الأطفال. قلت طيب طيب كيف؟ أقول له هذيلا يعني آسف يعني بنأثر عليهم. قالت لا 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 ولا بيهتمون. وفعلا يعني لفت انتباهي أنا ما مهتمين. شرحت لي نظام التعليم وكذا وهذا. أول ما لفت انتباهي أنا ما عندهم مرحلة رياض أطفال. عجيب. ولا يعترفون بشيء اسمه رياض أطفال. ما يعترفون أصلا. بس إيه التعليم إيه. يبدأ من أول ابتدائي. لحظة لا لا هذه وقفة يبالها. كيف؟ كيف يعني التعليم يبدأ من أول ابتدائي؟ ومتى إن شاء الله أول ابتدائي عندكم؟ قالت 7 سنوات. ما حد يدخل عندنا المدارس قبل 7 سنوات. ليش؟ قالت دراسات بينت أن عمر 7 سنوات هو أحسن عمر للتعليم. ما يذكرك بشيء هالكلام؟ قبل زمان أول. لا. مروا أبناءكم بالصلاة. وهم أبناءهم. سبع. ليش مو قبل؟ قال لك الطفل ما ياخذ الامر قبل يعني قبل ايش يسوي الطفل العيل؟ قبل يشوف امه وابوه. ها في فنلندا قلت لهم ايش يسوي؟ الام تشتغل والولد الاب يشتغل وكذا. قالت معظم الاطفال يصيرون مراكز في المجتمع في الكوميونتي يكون فيها رسم والوان وموسيقى ويودونهم حدائق ويودون قلت له يعني ما يمسك ورقه وقلم ممنوع. اقصى شيء يمسكه فرشاه تلوين. ما يمسك قلم قلت ما يمسك ممنوع. ليش؟ قالت اصابعه ما تتحمل هاي المسكه. طيب ليش؟ عضلاته ما تتحمل. ليش؟ شو السبب رايك؟ قالت لي من حق الطفل يعيش طفولته. اوه يعني المدرسه